أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تين تي في. أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ارتفاع عدد حالات الوفاة بين المصريين في حادث الجمرات بمنى إلى 148 حالة وفاة، في حين انخفض عدد المبلغ عنهم من المفقودين والمتغيبين إلى 86 مفقودا ومتغيبا. وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوفيات المبلغ عنها من بعثة وزارة التضامن بلغت 39، ومن بعثة حج السياحة 33، ومن بعثة وزارة الداخلية 12 حالة، إضافة إلى حجاج الفردي وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين والتي بلغت 26 حالة.